اما هلا عفاف خلينا ننتقل لفقرتنا الاولى الطبيه، رح نحكي فيها عن تقلبات الطقس اليوم والجو قديش بتاثر على الجهاز التنفسي. في كثير من الناس بتعاني من حساسيه بهيدا الطقس، وله علاقه اساسا مع امراض الربو. كيف تكون هي الحساسيه؟ يعني هذا الجو قديش بياثر على المريضين بالربو؟ طبعا نور، اكثر شيء بتكون الحاله مضاعفه اكثر عند مرضى الربو، لهيك بنلاقيهم اكثر حساسيه واكثر تاثرا بتغييرات الطقس وتغييرات الجو. اكيد اكيد عفاف، تغيرات الجو كانت كثير كبيره، هي الشتاء والسقعه والبرد، قديش لها اثار على الجهاز التنفسي خصوصا لامراض الربو. لنحكي عن هالموضوع اكثر معنا الدكتور نوار البرادعي، اختصاصيه في الامراض الصدريه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. صباحك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. فيكم دكتوره، خبرينا اول شيء عن شو هي، خلينا نعرف للمشاهدين شو هي الحساسيه التنفسيه. هلا الحساسيه بشكل عام هي رد فعل مناعي من الجسم تجاه مؤرج معين او تجاه محرض معين. بصير في افراز لاجسام بالجسم بتعطي ارتكاز، لانها بتفرز مواد داخل الجسم، فبتصير تعطينا اعراض بتظهر مثلا على الجلد على شكل حكه او شرى، بالجهاز التنفسي على شكل عطاس، سعال، ضيق بالتنفس. هي الحساسيه بشكل عام. هلا الحساسيه التنفسيه هي رد فعل الجهاز التنفسي تجاه هي المحرضات، سواء كانت من الجو او من انسانات تنفسية. صحيح. او برودة الطقس او غبار الطلع او اي شيء ممكن يحرض الحساسية بالجهاز التنفسي، بتتظاهر على شكل العطاس والسعال وضيق التنفس، احيانا الم بالصدر، ممكن تكون شديدة ممكن تكون خفيفة. بتأثر كمان على العين دكتورة؟ اكيد بتأثر على عدة اجهزة، بتأثر على العين على شكل دمع وحكة بالعين، ممكن تأثر على الجهاز الهضمي، بتعمل لنا اعراض اسهالات واقياءات. على الجهاز الدوراني ممكن تعمل هبوط بالضغط بالحالات الشديدة ودوخة. فهي ممكن تأثر على كل الجسم. مثل ما قلتي انه الحساسية هي ردة فعل للجسم طبعاً. وقبل ما نحكي عن الاعراض يعني المشتركة، اساسا بيكون في بعض اعراض مشتركة مع بعض الامراض، بس نحن المعروف يعني بالمجتمع دائما بيقول لك انا حساس مثلا من هذا الجو، هي المعروف مثلا ما بقدر بصعل، هذا الجو بيأثر علي، بتلاقي عالم بتأثر بعيونها، بتلاقي حتى بصوتها بجهاز التنفسي. فخلينا نحكي في انواع للحساسيه، لانه درجاتها تختلف من شخص لاخر، هو بنصنفها ضمن انواع ولا تختلف هي حسب مناعه او رد فعل الجسم؟ هلا هي حسب المحرض وحسب رد فعل الجسم. فمثلا في يعني في مرضى بيتحسسوا من، ما فينا نصنفها تحت انواع، في مرضى بيتحسسوا من غبار الطلع، فهون الحساسيه بتكون عندهم تنفسيه غالبا. في مرضى بيتحسسوا من انواع مختلفه من الاطعمه، في مرضى بتحسسوا من مواد دوائيه، في مواد مثلا مثل البنسلينات، في مرضى بيجي بيقول انا بتحسس من البنسلين، وهو كثير منيح انه المريض يكون بيعرف شو الماده اللي بتحسس منه. وفي مرضى بتحسسوا من مثلا مواد موضعيه مثلا كفوف اللاتكس او هلا الحساسيه التنفسيه بتتصنف كمان لدرجات، يعني ممكن يكون في عندنا مثلا بس التهاب انف تحسسي بتظهر على شكل عطاس وسيلان بالانف وحكه بالانف نتيجه التعرض لمواد مثلا مثل غبار الطلع، اكثر شيء بنلاقيها ببدايه فصل الربيع. ممكن تكون الحساسيه شديده بتوصل لدرجه مثلا الربو، يعني بيتحرض عندهم هجمات خصوصي بفصل الشتاء، لانه يعني بيكون في ما في تهويه جيده، بيكون في صفوف تماما. يعني بفصل الشتاء لا يعني الحساسيه لا يعني اللي عندهم مرض ربو كيف تختلف؟ بتلاقي هون الهجمات بتقوى يعني. اكيد هلا هي بتقوى الهجمات، ممكن تظهر هجمات الربو باي فصل مو بس بفصل الشتاء. بس هو فصل الشتاء اكثر عرضه للهجمات عند مرضى الربو ومرضى السي او بي دي، وخصوصا مرضى يعني هدول المرضين تحديدا، لان بيصير في عندنا انتانات تنفسيه، ومعروف فصل الشتاء بالانتانات التنفسيه وغالبا فايرال. ليلا بتكون اقوى من الصباح. طبعا هي اعراض الربو بتكون اشد بالليل وبوجه ووش ساعات الصباح الباكر من باقي النهار. يعني مو بس الانسانات التنفسيه هي اللي بتحرض، ايضا التهويه اللي ما بتكون كويسه، لانه بشده البرد مثلا بيكون مسكرين الشبابيك. في عندنا الصوف، في عندنا الالبسه الصوفيه، في السجاد، فبتشتد الاعراض بفصل الشتاء عن باقي الفصول، لكن ممكن تظهر باي فصل. يعني في مرضى بتلاقيهم كل الشتويه كويسين، ببدايه الربيع بتشتد عندهم الاعراض لانه في عندنا غبار الطلع. دكتوره، كثير بنشوف اشخاص بصير عندهم قريب او حراره او زكام او التهاب جيوب، فبيقول لك انه انا عندي حساسيه، انا عندي حساسيه، فشو هي الاعراض يلي بتصاحب مريض الحساسيه، الاعراض الخاصه فيه؟
هلا نحن بدنا نميز بين اعراض الانتان التنفسي وبين اعراض الحساسيه. هلا بالحالات الحد التمييز بيناتها ممكن يكون صعب، حتى في مرضى بيصير في عندهم هجمات تماما حتى في مرضى بيصير في عندهم هجمات تشنج قصبي شديد، يعني بصير في عندنا وزيز بالصدر وهن ما عندهم ربو، فهي تالي للانتانات التنفسيه وغالبا الفيروسيه، وهلا بصراحه عم نشوفها بهذا الوقت. لهيك لازم ينعاد تقييم المريض بعد ما يطيب باجراء اختبارات مشخصه لمرض الربو مثلا. او طب شو هي الاخطاء الشائعه اللي بتكون تشاركيه؟ يعني نحن بنعرف في اعراض مثل ما قلتي هي مشتركه، لهيك بصير خطا تشخيص. يعني مثل ما قلتي مثلا احيانا انخرط الصدر، التهابات تشابه مثلا هي الحساسية أمراض الربو، فهون بيصير اختلاط. ونحن بنعرف مثلا مريض الربو بيحتاج لجهاز، فشو هي الأخطاء الشائعة اللي بنوقع فيها من خلال التشخيص؟ لأنه الخيارات دائما الأخيرة للذهاب إلى الطبيب، بتلاقي الواحد بيشخص لحاله هو قاعد بالبيت، هي الثقافة ما أنا موجودة أنه أنا أول خيار، بعد ما تشتد الحالة هو يتجه إلى الطبيب. صحيح. هلا لما بيجي المريض نحن بنساله انه انت هي اول مره بيصير معك مثلا هي الهجمه، بيقول لنا ايه اول مره. بنرجع للقصه تبعه بيطلع انه هو تقريبا كل شتويه بمثل هذا الوقت من السنه بيصير في عنده سعال، بس يمكن هي اقوى هجمه، فمعناتها هو عنده قصه، يعني عنده قصة سابقة. ممكن القصة العائلية كمان تساعدنا، إذا في أشخاص بالعائلة مثلا كمان عندهم قصة تحسس كمان هذا بيساعد. هلأ القول الفصل للاختبارات التشخيصية اللي هو اختبار وظائف الرئة، طبعا ما بنساويها بالهجمة الحادة، لازم يرجع ينعاد تقييم المريض بعد شهر من الشفاء لحتى نقدر نقرر أنه هل هو مريض ربوي أو هو فقط هجمة التهاب عادي إنتان تنفسي عادي وخلص منه. بنشوف أشخاص بتجيهم هجمات عطس، يعني ممكن الواحد عطس كذا عطسة ومتكررات بنفس الوقت، شو بنسمي هي كمان حساسية تنفسية؟ بتدرج خصوصي إذا كانت متكررة، هي بتدرج ضمن أعراض الحساسية، وهي غالبا أنفية، بتكون المريض بيكون في عنده التهاب أنف تحسسي، بتظهر على شكل عطاس، وأيضا يعني في مرضى مو بس عطاس، بيصير بيضلوا ماسكين المحرمين وعلى طول في عندهم سيلان بالأنف. صحيح. طيب دكتورة خلال حديثك أشرتي لنقطة، نحن كنا عم نحكي ببداية حديثنا عن المناخ والجو قديش بيلعب دور، وبعض العوامل اللي بتأثر على هي الحساسية هي الأساس اللي بتعمل لها هي حالة التهيج المفاجئة، ومنها فصل الشتاء. يعني قلتي نحن فعليا بفصل الشتاء بتلاقينا بنسكر كل المنافذ بالبيت مشان البرد، قلة التهوية بتكون خصوصا الرطوبة. يعني هلأ العامل المشترك أكيد. اليوم بكل الرطوبة. البيوت الرطوبة. صح. اليوم عم نمر بفصل قاسي، يعني في سقعة كتير كبيرة خلال أيام الشتاء، وهون قديش الرطوبة بتأثر على هدول طبعاً. الأشخاص إن كان مريضي الربو أو عم نقول اللي عندهم حساسية من تغير المناخ. هلا الرطوبة هي مثل أي محرض لهجمات الربو، لأن الرطوبة بتترافق أيضا مع شيء ممكن يكون في عنا عفونة ما أنا ظاهرة، ممكن يكون في عنا عد داخل المنزل، وخصوص المنزل اللي ما نم هوا، يعني هو العد المنزلي هو شيء ما بينشاف بالعين المجردة. صحيح. فأكيد الرطوبة هي محرض لهجمات بس بتأثر الربو بشكل سلبي كتير. طبعا بتأثر بشكل على سلبي على الحالة. أكيد بتأثر على الأطفال، بتأثر على الكبار، وخصوصي الأطفال اللي بيربوا ببيوت فيها رطوبة، فهدول يعني دائما بجو مثل مريض مثلا ضغط. انا دائما بذكرها لمرضى، مثل مريض ضغط هو لازم يبعد عن الملح. صح. صحيح. هلا مريض الضغط اذا عم ياخذ دواء بس دائما عم ياكل ملح ما بيستفيد من العلاج، وهيك مريض التحسس لو كان عم يتعالج ودائما عم يتعرض للشيء المحرض اللي هو مثلا الرطوبه، فهو ما بيستفيد على العلاج، بيعاني دائما من اعراض مزمنه. نحن عندنا الدرجه الاولى بالعلاج هي الوقايه، انه نبعد عن الماده اللي احنا بنعرف انه ممكن نتحسس منها، بس ما فينا دائما نطبقها. شو يعني ما فينا دائما نطبقها، بتبعد عن الغرفه هي اللي اكثر رطوبه. طبعا انه دائما بقول انه يقعد بالغرفه اللي فيها تهويه اكثر، يعني يحاول يهوي الغرفه قدر الامكان، تدفئه الغرفه ممكن تخفف شوي من الرطوبه. الشغلات اللي ممكن يعني مثلا العاب الاطفال اللي هي الدباديب وهدول اللي بيكون في عليهم فروه، يتكيسوا ما يكونوا بغرفه الاطفال قدر الامكان، نبعدهم عنهم لانه هدول اكثر شيء بيحرضوا. ممكن تتطور الحاله للاختناق؟ هلا اذا كان بجو مغلق وتعرض لكميه كبيره من المؤرج بصير في عنده هجمه ربويه شديده، ايه ممكن طبعا. طيب اذا اجت الهجمه قويه او الاعراض اجت قويه، امتى نحن بنستدعي انه نروح على المستشفى بحاله اسعاف؟ هلا غالبا المرضى اللي عندهم هيك هجمات متكرره بيعرفوا انه في عندهم بخاخه. صحيح. فيها موسع قصبي بيستخدموها عند اللزوم او عند الضروره، فالمريض بيستعملها، لما ما بيتحسن ممكن يستعملها مره ثانيه ما بيتحسن، فهون لازم يراجع المشفى. هلا سرعه التنفس يعني اكثر من حد معين تستدعي انه المريض يراجع المشفى،
اذا صار في عندنا اعراض مثلا دوخه دوار بلش يحس المريض انه ما عم يقدر يسحب هواء منيح، يعني هو بيصير بلش يصير في عندنا قصور تنفسي، كمان المريض لازم يراجع المشفى. يعني لما بيتدبر الحاله تدبير موضعي وما بيستجيب عليها المريض، هون لازم يراجع المشفى او اقرب مركز طبي. بس اشرتي لنقطه كثير مهمه، يعني اللي عندهم امراض ربو دائما هم يعني بيعرفوا الاجراء اللي لازم يقوموا فيه، ونحن بنعرف هي البخاخات دائما بتكون، بس في عندنا مشكله انه مش كل الناس بتستخدمها، يعني تماماً. بيجيبوا الدواء ما في تقبل، ما في تقبل للدواء، وحتى اخر او بيخربطوا بيناتهم هي نقطه كثير مهمه لكل المرضى اللي بيعانوا من امراض الربو، ونحن بنشوفهم بحياتنا الطبيعيه بمجتمعاتنا قديش مهم استخدامه، لانه حتى بتاثر على الجهاز تكرار هي الحاله، عدم مثلا علاجها انه انا بجيب الدواء بحطه على جنب. صحيح. البخاخ يعني للشديد القوي لا صح. يعني بتلاقي للحظه الاخيره لحتى يستخدمه الشخص. هلا حتى بيخربطوا بيناتهم، مو لانه هن بيخربطوا، لانه هن يعني نحن عندنا بخاخ الربو الاساسي هو بخاخ فيه كورتيزون انشاقي. فالعالم بتخاف من كلمه كورتيزون، بتروح بتستعمل الجهاز بتحس انه هي حاله خطر، هي حالة بتعود عليه انه بتعود عليه. بيستعملوا بخاخه اللي تستعمل عند الضروره اللي هي فيها بس موسع قصبات، فهذا ايضا بيسيء لضبط الربو، يعني بيصير في خربطه بالعلاج. هلا مثلا كمان مريض عايش بجو تدخين وجو ارجيله وجو كمان، هذا ما بيستجيب بحياته على العلاج، لازم يبعد قدر الامكان عن هي العوامل المحرضه. لهيك دائما الدور بيرجع للطبيب وللمريض، انه التثقيف المريض كثير مهم، واعلامه بضروره البخاخ والالتزام بالبخاخ انه حيخفف له من هجمات الربو، هي شيء كثير مهم، وما يخاف من العلاج وتاثيرات البخاخ شو ممكن تكون التاثيرات الجانبيه، لحتى المريض يضل على احاطه، ما يرجع بس للنت ولمعلومات النت ويبعد عن الطبيب وعن طبعا. مثل ما ذكرتي نور انه في ناس عندها مشكله انه تاخذ ادويه او تعمل البخاخات، يعني في ناس بتقول لك لا ما بدي اخذ دواء او معدتي او ما بدي اعود جسمي، فبيلجأوا للعلاج بالاعشاب، بياخذوا زهورات مشكله يعني بجميع انواعها. ممكن تكون هي الاعشاب مفيده او تغنينا عن استخدام الادواء؟ هلا يعني بتطلع ابحاث كثير كبيره عن موضوع العلاج بالاعشاب، نحن ما لنا ضد انه المريض ياخذ اعشاب، ياخذ سوائل، لانه هي بالنهايه يعني بدل ما يجيب حب، خصوصي هلا يعني في غلاء كثير باسعار الدواء، فبدل ما يجيب شراب مقشع او حب مقشع اللي هو ما له اي دور بعلاج الهجمات، يشرب سوائل دافيه. هي الاعشاب وهي السوائل ممكن تذيب القشع بدون ما يتعرض لماده دوائيه، بس ما بتغني عن الدواء ابدا، ما بتغني عن الدواء، هي شيء مرافق قد يفيد وقد لا يفيد، الاساس بالعلاج هو الدواء. نحن لما بنشوف شقين، يعني العلاج الدوائي والعلاج العشبي، ما في يعني دائما هيدا الشق بيقول افضل هيدا، هلا في اتجاه كثير كبير للاعشاب، لهيك عم نحاول نستفسر قديش مهم يعني الاعشاب ممكن تاثر على الحاله الصحيه او لا، بظل غلاء الاسعار الادويه، هي نقطه كثير مهمه، يعني صار في ارتفاع هائل لاسعار الادويه. خلينا ننتقل معك لاشرتي لنقطه للاسف الكل بيعرفها وما بعدها موجوده بكل البيوت، هي التعرض الدائم للتدخين والارجيله، مع انه مثلا انا ما بدخن وما بارجل، بس ممكن محيطك جو عملك ممكن. تماما، قديش بتهيئ يعني هي الحاله الصحيه، يعني شخص ممكن ما يكون مهيئ ليصير معه هي الحساسيه والربو، لكن من خلال هذا التواجد بشكل كثير كبير ضمن هي الحاله ممكن ياثر على صحته. طبعا هلا التعرض الدائم للدخان سواء كان تدخين ايجابي او تدخين سلبي ممكن يعرض المريض لمرض اسمه التهاب قصبات مزمن، ممكن مع الوقت يصير في عنده انتفاخ بالرئه او داء رئوي انسدادي مزمن دائما. طبعا يعني هو اعراضه مشابهه تقريبا للربو، لكن هي غالبا بتكون استمراريه اكثر، يعني الربو هو مرض نوبي بس تتعرضي للمؤرج بس بتجيك الهجمات، هذا لا بصير في تخرب بالنسيج الرئوي مع الوقت، ممكن يصير في عندنا هجمات متكرره اكثر، وبصير المريض بحاجه بخاخات وهو ما نوع مدخن، يعني هو بس نتيجه التدخين السلبي. لهيك هون بيجي دور كمان التثقيف بالبيت، انه هالاطفال ما تعودوهم على فكره انه يتعود على الدخان، الاطفال يعني انه قد بتاثر، يعني انا الطفل قد ايش فيني اخليه هو لانه تعرض بشكل كثير كبير هو صغير، بس يكبر هو رح يكون عنده مهيئ لاكثر من حرام، مهيئ وباعمار مبكرة، مبكره يعني هذا الشيء كثير حرام. أي طبعا نهائيا، يعني نحن ابدا ما من نعزز هي الفكره انه وممنوع، يعني ممنوع فكره التدخين داخل المنزل او الارجيله داخل المنزل وحتى خارج المنزل، يعني نحن بنتمنى على كل العالم انه اللي عم تسمعنا يعني انه يتركوا الدخان يتركوا الارجيله، لانه هي مو بس حساسيه وربو ودائري او انسدادي، هي محرضه لامراض سرطانيه، او اذا هو خيار شخصي ما يعرض الاخرين. طبعا
طبعا يعني هو حربي حاله ممكن بتشوفي الناس يلي ما بتبعد عن الارجيله والدخان فبتدخن وبتارجل وبتقول لك يلا هلا باخذ دواء او بعمل لي جلسه ارزاز بيمشي حالي. ما هي ما بتستفيد شيء لانه هي يعني عدلت من جهه واذت من جهه فهو مكانك راوح تماما. هلا هون العلاج بالادويه هو بيكفي لحاله ولا لازم نحن مع كل مثلا الادويه مع كل حبه بناخذها او علاج ممكن ناخده ضروري انه نعمل معه جلسه ارزاز ولا بيكون الدواء كافي لحاله؟ هلا جلسات الارزاز هي فقط وقت الضروره يعني وقت الهجمات. المريض اجته هجمه ربو ممكن يعمل يا اما بيستعمل بخاخه عن طريق حجره انشاق هي بخاخه موسعه قصبيه او ممكن يعمل جلسه ارزاز وقت الضرورة بس. فهي وقت الضرورة فقط يعني جلسات الإرزاز. اليوم بجلسات الإرزاز طبعا يعني نشوف مثلا أي حدا بسمع بالمحيط أنه أخذت ابني يعمل جلسة في استسهال يعني بهي النقطة قديش ممكن يكون هي خيار طبي هلأ بأي حالة يعني قبل ما كنا نشوف يعني هي أنه فورا بأخذ الطفل لأنه بنعرف أنه هي ضمن الخيارات الأخيرة طبيا للعلاج ولا لا هي ما بتأثر على لا صح. هي هلا هي الفكره الاطفال نحن في عندنا شربات سعله مسكنه للسعال هي بتاذي الطفل اكثر من جلسات الارزاز ونحن عم نشوف مثل ما قلت لكم حالات تزمير بالصدر سعال معند على العلاج. ادويه السعال العشبيه بتاثر ولا لا؟ العشبيه لا بس في ادويه سعال بتنعطى للاطفال فيها مسكن سعال مركزي او مقشع او هي ما بتفيد الطفل لانه هذا بالعكس بيزيب البلغم ممكن الطفل يختنق بهذا القشع ممكن تسبب له ادمان كمان لا ما بتعمل ادمان لكن ممكن تعمل تاثيرات عصبيه على الطفل اذا كان مسكن السعال مركزي ونحن بنكون عم نعالج عرضي ما عم نعالج السبب الاساسي. بعد الانتانات التنفسيه غالبا بصير في عندنا تهيج بالقصبات او بصير في تشنج بالقصبات وخصوصي القصيبات الصغيره هي ما بتنحل الا اذا الطفل اخذ بخاخ كورتيزون انشاقي مع موسع قصبي او عمل جلسه ارزاز مع موسع قصبي مع كورتيزون انشاقي. هلا عاده الاطفال الصغار ما بيعرفوا يستعملوا البخاخ او في صعوبه باستعماله عن طريق الحجره يعني لا هيك ممكن جلسات الإرزاز تساعد. هو ما في استسهال استخدام جلسات الإرزاز بقدر ما أنه هو هلأ العلاج المنا أما تكراره أكيد لا هي فقط تستعمل بالحالات الشديدة بالهجمات ما بصير تتاخذ بشكل دائم. بنلاقي اشخاص بضل عندهم كل فتره انه بهي الفتره بالضبط بيمرضوا بيتحسسوا وبصير عندهم زكام صداع حراره بهي الفتره من كل موسم يمكن بيقولوا له الحساسيه موسميه فهي شو علاجها؟ يعني بتلاقي مثلا انا عندي رفيقتي ما خلت نوع دواء ما اخذته ولا عم تطيبه ولا باي شكل من الاشكال كل فتره بنفس الموسم. هلا اول شيء لازم تنفي انه عندها ربو لانه نحن في عندنا شيء اسمه ربو فصلي يعني ممكن يجي بوقت معين بس من السنه وثاني شيء لازم تعالج السبب مثلا التهاب انف تحسسي في عندها عطاسه تاخذ بخاخات كورتيزون موضعيه مع ادويه للحساسيه في عندها سعال معند لازم تاخذ بخاخ كورتيزون انشاقي لحتى تخلص من هذا السعال فحسب انواع الحساسيه يعني ما بكفي بس حبوب ايضا لازم يكون في علاج موضعي سواء للانف للعين للاصابات لحتى تتخلص من هي الاعراض. أكيد بالختام نتشكرك الدكتورة نوار البرادعي أخصائية بالأمراض الصدرية وحاولنا نسلط على كل النقاط هيك لكل الأهالي اللي ممكن فعليا ياخذوا معلومة مفيدة. شكرا كثير لك. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم دائما الحلوة واللي بتضوي على مواضيع بتهم كل العالم. شكرا كثير لك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. أهلا وسهلا فيك.